دفاع حضاري مازال الهدف الاول لمصلحه فريق وفاق سطيف. تقريبا نفس سيناريو مباراه الذهاب. عبد الرحيم دقموم يتقدم في نهايه الشوط المباراه الاول. ربما هو السيناريو قد لا يكون مخيف لفريق اف سي ماليبو اذا ما استبشرنا بالعوده في الشوط الثاني. وان كان حتى الان التفوق في الذهاب بثلاثيه مقابل واحد يجعل البرتغالي دائما صاحب اسبقيه وحقيه التاهل حتى الان. نفس السيناريو تقريبا، عبد الرحيم دغموم وبتسديده قويه تستقر في مرمى بابا كارجوب. في رايي تراجع كثيرا دفاع فريق اف سي ماليبو ولم يغطي او يضغط او يندفع الى الدغموم وتركوا له مجال التسديد، وهدف اول لمصلحه فريق وفاق سطيف. سيناريو مباراه الذهاب يعيد نفسه في ملعب 8 ماي هنا في سطيف، ولكن ما زال حتى الان البرتغالي متاهل على العناصر وعلى المباراة. والهدف الثاني سيكون في الدقائق القادمة بحول الله. قروي يترك الكرة لدغموم، أو لدغموم طبعا، عبد الرحيم الذي يشغل كامل الرواق الأيسر في هذه المباراة دفاعيا وهجوميا. مع جحنيط ترجع لدغموم طويلة، يلا يا جابو، منتظر منك لمسة حاسمة في الدقائق المتبقية حتى يسجل الهدف الثاني. جحنيط في تنفيذ الخطأ مباشرة لجابو، جابو معك دغموم، يفضل الاحتفال بالكرة، يسقط هذا المدافع، يتقدم جابو بفنياته بمهاراته، تصل الكرة من هناك ممتازة لجحنيط من جديد، يستدير بالكرة، يعود إلى الخلف لدغموم، توقف دغموم، دخل دغموم بالكرة، الهدف الثاني. خليل درفلو، يا خليل يا درفلو، او با 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 خليل درفلو ينقذ الوفاق. خليل درفلو يمنح الأسبقية للوفاق ويضعه بحول الله في الدور القادم في دور المجموعات. هدف مشتغل عليه بشكل ممتاز. نشاهد العمل الرائع، نشاهد التواجد الاستراتيجي لجحنيط، نشاهد التوغل، هنا دغموم، هنا خليل درفلو بروعة وامتياز يضع الكرة في الشباك، يحرك الشباك الموريتانية للمرة الثانية. عمل كبير صراحة قام به جحنيط من الدفاع إلى الهجوم.